يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، ما هي طريقة تحسين الإنسان لنفسه في هذا الزمن والتربية الصحيحة مع وجود الفتن والمنكرات؟ أنتم ولله الحمد في هذا المعهد وفي بقية المعاهد العلمية وكليات الشريعة وأصول الدين، أنتم ولله الحمد في مكان تحمدون عليه، لأنكم هيأتم أنفسكم جندا للعقيدة وجندا لنصرة هذا الدين وحمل هذا العلم المبارك ونفع الناس به، فأنتم ولله الحمد تهيئون أنفسكم لنفع أنفسكم ونفع غيركم، فاستمروا في ذلك، وعليكم باتباع الكتاب والسنة، وعليكم بسؤال أهل العلم فيما أشكل عليكم، وعليكم بتجنب الشائعات والاستماع للقنوات التي تنشر الشر والشبهات، اجتنبوها ولا تجعلوها في بيوتكم، اجعلوا في بيوتكم إذاعة القرآن الكريم، واجعلوا في بيوتكم نشر اتباع ما ينشر من المحاضرات القيمة ومن الكلمات والخطب المفيدة لتنتفعوا بها وتنفع أولادكم وأهل بيوتكم. اقتنوها وأسمعوها من في بيوتكم ينتفعون بها، اربطوهم بها، اطهروا بيوتكم من المحطات التي فيها شر، فيها فتن، فيها دعوة إلى الباطل، يريدون أن يطلقوا أيديكم من دينكم، فاحذروهم ولا تلتفتوا ولا تقول أنا أعرف وأنا أرد عليهم، لا، يمكن تدخل فكرك هذه الأمور، ورب لأنها بأسلوب، يمكن بأسلوب جذاب وخداع، اتركها وابتعد عنها، أغناك الله بالحق، فلماذا تذهب مع القنوات الأخرى؟ نعم.